بحمد السيد علي الفرام أجولا. الجزائر الشقيقة اللي بنتمنى من كل قلوبنا الذهبية إن شاء الله، واللي دائماً وأبداً محروسة عندنا بالنتائج المفيدة والتطور المفيد بالتأكيد في شكل الأداء، في شكل اللعب، في شكل الطريق. اليوم خضيري في المرمى كريم هنداوي، وإن شاء الله بإذن الله محدش يقدر يفوت أمام الأخطبوط بإذن الله. هيبدأ على بركة الله أول الكرات. تمرير خط خلفي صانع الألعاب ماركوس نياتو يلعب الكرة على الدائرة في التناغم ويحرق. حاب يلعب الكرة هنا أهو، الكرة اللي عملوها ثنائية كويسة أو ما بين الخط الخلفي والأمامي ونزل زاوية. اللي بيلعب دلوقتي على مستوى الباك الشمال صانع الألعاب عيان سيرانو عايز يعدي، يلعب له الكرة عايز يعدي الثاني لاسبانيا، عدى كويس هنا صانع الالعاب الدح مهاب يلعب الكره للدرع، يلعب الكره لحسن وليد، يلا يا لولي بالتحديد هدف جديد الدح بنجاح يجري يلعب الجناح لازم ناخد بالنا منه سابله، نحاول نحرز هدف قبل ما يكتمله. حسن وليد ينزل على الدايره يلعب الكوره لبكار في الجناح حلوه قوي، افضل جناح شمال في افريقيا في تونس الشقيقه في اخر. ايان سيرانو لاعب مميز قوي، ايان صانع الالعاب لاعب باول يلعب الكوره على الدايره، استلم اورتيولا الكوره من تحت الدفاع قدام حضراتكم عمل ازاي جري الدرع مره ثانيه مهاب يلعب الكرة للوايت هورس يعدي وينهي العبارة. بص شوف مهارة تعجب الملايين والألوف من إيده الشمال لإيده اليمين، هدف سمين. تمرير الدرع علي زين عايز يعدي يرجع مرة تانية يلعب الكرة لبكار يا سلام مرة تانية الدرع عايز يعدي يلعب الكرة العادل، يلا يا عادل ويحرز عادل 8-7 التقدم لمنتخب مصر للرجال المحروسه بفارق هدف. عايز يلعب على الدايره المصري يقطع الكوره تروح لسيرانو مره ثانيه هيشوط من بره، يشوط من بره ولكن الاخطبوط تتنقل لاسبانيا تروح في الجناح الخطير الخطير، ولكن هناك القدير القدير لو انت خطير هنداوي القدير بكل افضل حارس يلعب الكرة على الدايرة يلا يا عادل يا دولة كرة حلوة بطريقة مش معقولة يستلم الكرة مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يعدي يلعب يشوها قوية قوي قوية قوي يحرز الهدف عملها كويس على يمين هنداوي اهو من اعلى نقطة شاطها كويس عيان ترابينا سيرانو اهداف سيرانو يلعب الكرة قطعها
هايل 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 هايل. أرى كرة كويس، سند والانفراد، انفراد تام والهدف هام. والخنال يرجع تقاطع، عايز يشوط، لا حلول، الدفاع لازال مسؤول، قافلين المساحات قدام العبارات، يعدى خوسيه ماريا ماركيز من اللاعبين الهدافين جد اهداف. مباراه فرديه ويحرز، حلو قوي المره دي. هو طبعا خد استعداداته الحارس انه هيشوط كره على يمينه، هو لعب الكره على شماله في الزاويه الارضيه. غير روبيرو، غير التشكيل في الخط الخلفي دلوقتي خالص، يلعب الكره على الدايره، يسيبه المصري طبعا، لان 14 تصويبه قبل هذا اللقاء بنسبه 75% نسبته في الفعاليه. يلعب ساو دلوقتي، لعب على الدايره باقي ثواني، الدرع يلعب لهوبا، كره مطلوبه يا هوبا يا هوبا، يحرز الهدف. باقي 5 ثواني، هيشوط من بعيد وحائط صد من جديد ورمي الجانب وينتهي الشوط الاول. هايلين 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 رجال المصرية الدوليين الهايلين لكرة اليد اللي بنحبها بجد، رائعين. عموما هروح للاستوديو التحليلي ونجومنا الكبار من بعد الفاصل. دفاع لاسبانيا المتقدم شوية، واشتغل احمد عادل كويس قوي على الدايرة. بدأ الشوط الثاني، علي زين في الباك الشمال، احمد الاحمر في الباك اليمين، يحيى الدرع كصانع العاب وعادل على الدايرة لمنتخب مصر. اول 37 ثانية، الدرع يسيب الكورة للقائد اسبانيا، يلا عايز يلعب الكورة، رايح في انفراد ويلعب الكورة، الاخطبوط سيرانو فيلابوس، سيلعب لشتوتغارت الالماني، 24 سنة هذا اللاعب سيرانو فيلابوس، عملها كويس. مرة تانية يلعب الكورة حلوة لحسن وليد، لكن تتقطع الكورة، يلعب الكورة في المرمى الخالي ويحرز الهدف. مرة تانية يلا يا داح، يتصدى الحارس، يجري مرة تانية، يروح نزل خلاص الاخطبوط، راح في زيادة عددية، بلاش بلاش، 10-18 خلصوا الفارق من 4 أهداف لهدف. يلا رجالة عايز يعدي، مركزي يشوط الكرة قوية، ولكن ولكن حارس الحراس يشيل الكرة برفلكس عالي وحماس، الجمهور بيشجع سند، هو وفييرا، هرنانديز فييرا، يلا يا سند يلا يا سند. اسبانيا 8 دقائق 17 ثانية في الشوط الثاني، التقدم لمنتخب مصر نقص العدد الدربكة اللي حصلت. سيرانو فاليرا هيشوط، هو فاليرا يحرز الهدف. 21-20 اهو، عملها كويس قوي من الثبات. ان احمد الاحمر عايز يعدي، يرجع على الكرة مرة ثانية، قافلين على الدرع، يلعب الكرة لعادل الملقطة على الدايرة، ياخد الكرة الهايلة يا عادل، ايوه كده يا رجالة غيروا لنا الحالة، الفرق 3. مرة تانية يعدي، تقاطع الخط الخلفي، الدرع عايز يعدي، الدرع يلعب الكرة كويس قوي، احمد الاحمر يلعب الكرة حلوة قوي لسند، يتصدى الحارس. حارس عنده ريفليكس عالي، بيلا بص يلعب الكرة، عايز يشوط من بعيد، هيشوط هو المرة دي، يشوط وتغير اتجاهها مع الطيار، طلع من اعلى نقطة شاط ايمانويل جارسانديا، التعادل 23-23. نقص العدد، مهاب يطلع له، الدرع خد قرار يعدي المرة دي من الكبار، فرص لمنتخب مصر ونادي الزمالك والمنتقل الى فيس بريم. منتخب الشباب ان شاء الله مع كابتن صبري، يلعب كره على الدايره، يقطع الكره المصري، هايل هايل هايل، بص سيسا بص سيسا بص، شوف يلا يا سيسا يا سيسا يا سيسا، الجناح الشمال للنادي الاهلي ومنتخب مصر، بدا مشواره مع النادي الاهلي ثم لعب في نادي الجيش وانتقل للنادي لمره اخرى لما جه مع مدربه في الوقت ده كان طارق محترانو. يطلع عايز عادي فاليرا، اوه لكن يحرز الهدف بول فاليرا روبيرو، 8 أهداف من 13 تصويبة لهذا اللاعب في البطولة قبل هذا اللقاء. بول فاليرا روبيرو 136 دقيقة لعبهم، 21 ثانية يجري عايز يعدي من حسن وليد، تقاطع يقف قدامه، يلعب الكورة ويحرز الهتداد من الهجوم للدفاع، مهم هو ساب له الكورة كويس قوي، أميز اللاعبين أميز اللاعبين. سيرانو
يعدي كويس قوي من حسن وليد، لو كمل معاه كمان كان ممكن ياخد القاب دقيقتين. الاختراقات والتصويبات مره ثانيه، يلعب الكره العادل اللي مرر له الكوره، يلعب الكره مره ثانيه العالي اللي تروح لسند في جمله تكتيكيه. حارس هنا سيرانو، بول فاليرا راح على مركز صانع، عايز يقع كويس قوي، خد معاه الدفاع كويس هنا فاليرا. المصري بيقول له يعني المفروض فاول المهاجم، لكن ما ادالوش فاول المهاجم. الجمهور بدا يقول مصر مصر، وان شاء الله النصر. اشاره باللعب السلبي من حكماء اللقاء. يلا درع ياخد الكوره، يلعب الكوره لسيف، هيرنانديز يتصدى للكوره من سيف. هيرنانديز فييرا شرب اللعب السلبي، عايز يعدي، يلعب الكره من العاب الهوا. زياده عدديه، احمد الاحمر عايز يعدي، يلعب الكره على الدايره وياخد رميه جزائيه. 29 دقيقه 32 ثانيه، متبقي 28 ثانيه على نهايه اللقاء. يا رب. ويتصدى الحارس، يتصدى الحارس هرنانديز مرة تانية. زيادة عددية، باقي 15 ثانية. أحمد الأحمر يلعب الكرة هايلة، أوه يا راجل، رمية جزائية. لكن ما اداش رمية جزائية، بص حضراتكم أو زقوا في الهواء، رمية جزائية لازم لازم. وبينتهي اللقاء بفوز اسبانيا 28-27. الله باذن الله، اللي جاي كله باذن الله جديد ومفيد لكره اليد المصريه. فاصل ونعود سريعا الى الاستوديو التحليلي وضيوفنا الكرام كابتن طارق الدروي، كابتن احمد العطار، نطير سريعا.